وللحديث على تصريحات غسان سلامة معنا عضو المجلس الأعلى للدولة الأستاذ عادل كرموس. في البداية نرحب بك أستاذ عادل في قناة التناصح، وللتوضيح على ما وصلكم من اتهامات بالفساد كأنتم كعنصر سياسي موجودين في الساحة الليبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا لقناتكم الكريمة، طبعا التصريحات هذه تصريحات غير جديدة على السيد سلامة، دائما وهو يدهد العواطف الليبية عندما كل حدث سياسي يخرج علينا بتصريحات، لأنه لا ينفذ أغلب هذه التصريحات. سبق وأن صرح بأن هناك من يعرقل العملية السياسية في ليبيا، وهناك من لديه فساد، أنه سيصرح سيفصح عن الأسماء، لأن المفاجأة أن هي مجرد تصريحات لتمرير موقف معين. أيضا الموقف الحالي وهو الاستعداد للمؤتمر الجامع، سبق هذه التصريحات لتمرير ملفات معينة خلال المؤتمر. السيد غسان سلامة يتصرف كأنه الحاكم لليبيا فعلا، وأنه هو الحريص على أموال الليبيين، وأنه هو الحريص على الوضع السياسي، وهذا الكلام غير جديد. يعني عادل تحدينا السيد غسان سلامة أن يحدد ما هو المعرقل للعملية السياسية فقط. سيد عادل، هل يمكن أن تؤثر هذه التصريحات في ترتيبات المؤتمر الجامع؟ ولا أعتقد أن ممكن بعض الأطراف تمتنع عن المشاركة، لكن أنا في وجهة نظري أن المفروض الأطراف السياسية تتراجع لهذا المنطقة وتخشى المخطط من ورائه. هل هي يعني في نظرك ضربة استباقية حتى لا يحضر بعض الأطراف الذي لا يريدونهم أن يحضروا يعني؟ طبعا اتهامات بهذا المستوى اتهامات خطيرة، واتهامات في العموم، يعني ليس هناك اتهام لجميع السياسيين، جميع السياسيين يعني في من الناس من يمشي علاقة أصلا حتى بشأن السياسي، مجرد أنه عضو منتخب ولا يمارس أي عمل سياسي ولا يصير به أي سلطات أو صلاحيات، يعني هذا موجود في المجلس الرئاسي والمجلس المنصب والمجلس على الدولة. فالاتهامات الموجهة كان المفروض أن تكون محددة ومنضبطة، لكن اتهامات في العموم أحيانا ربما يقصد بها شيء. أنت كعضو في المجلس الأعلى في الدولة سيد عادل، هل لديكم أي إجراء ستقومونه ضد السيد غسان سلامة؟ طبعا السيد المقرر في مجلس الدولة خاطب السيد غسان سلامة وطلب الاعتذار، في حالة لم يتم الاعتذار حتتخذ إجراءات قانونية. تمام. عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معنا، نشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح.